ونستعين انطلاقاتنا متواصلة والتحديات مستمرة في صباح هذا اليوم في أشواط سن اللقاية وتحديات اللقاية وانطلاقاتها في هذا اليوم من هنا من عاصمة الميادين ميدان الوثبة، حيث ننطلق نحن وإياكم بانطلاقة جديدة وبتحدي كبير في هذا اليوم. والانطلاقة هو انطلاق شوطنا 11 الخاص باللقاية الابكار المحليات. وتابع هذا الشوط وتابع هذه الأسماء، مقدمة الشوط من حاف سلطان بن محمد بن سيف النيادي على المركز الأول، يقدم لنا انطلاقة من حاف على صدارة هذه الأسماء، بينما المركز الثاني وتابع من الجانب الأيمن انطلاقة هملولة أحمد بن سالم بن طويرش العفاري، والقدوم في هذه اللحظات من الوثبة سلطان بن جريو بن محمد المنصوري يتقدم بشعارة في هذه اللحظات، بينما أتابع اللي من الجانب الأيمن تتجاوز في هذه اللحظات إلى المراكز الأمامية وتنطلق بهذا الشعار الجميل الحاضر وبكل قوة. هنا أسباب حمد بن محمد أو حمد بن سهيل بن حمد العامري يتقدم في هذه اللحظات وينطلق بانطلاقة، بينما أتابع الوصول والتحرك هنا في هذه اللحظات من مرضية حمد بن قريع بن روس العامري قادم بشعاره على المركز الرابع. المركز الخامس المايدية سعيد بن صغير بن حمود الجنيبي على المركز الخامس، والمركز السادس شعار بن كداس يقدم لنا شان خليل بن محمد بن عبيد بن كداس الرميثي قادم بهذا الشعار على المركز السادس. المركز السابع شوف القدوم هنا من ريفال بدر بن حميد بن حمدون الوهيبي يتقدم على المركز السابع، والمركز الثامن القدوم والوصول في هذه اللحظات من صبا بارك بن سالمين بن مبارك العامري قادم بهذا الشعار على المركز الثامن. والمركز التاسع لحظة الوصول ولحظة الانطلاق من هملولة بشعار علي بن يمي الوهيبي قادم الظافر في هذه اللحظات ويتحرك بهذا الشعار الكبير بوسعيد، بينما القدوم والوصول في هذه اللحظات شوف القادمة هي مزون سالم بن سعيد بن حسن الخاطري قادم بهذا الشعار على المركز العاشر. هذه الأسماء وهذه التحديات وهذا هو الانطلاق يا من تتابع ويا من تراقب هذا التحدي، هذا المستوى الذي تقدمه هذه اللقاية الابكار المحليات. العودة من جديد إلى مقدمة الشوط، العودة إلى صدارة الشوط، ومن حاف على المركز الأول سلطان بن محمد بن سيف النيادي يتقدم إلى أسماء وينطلق بدوره على المركز الأول هناك وصدارة هذه الأسماء، بينما اللي على المركز الثاني أتابع في هذه اللحظات القدوم من شعار سلطان بن جريوي المنصوري يتحرك بعمر ينطلق بشعاره في هذه الأثناء بانطلاقة وحضور اللي هي الوثبة، الوثبة وشعار بعمر الشعار الوثباوي الكبير، بينما القدوم وبينما الوصول والتحرك والتحدي في هذه الأثناء لحظات الوصول من المايدية سعيد بن الصغير بن حمود الجنيبي يتحرك من عمق الميدان من الزاوية الصعبة هناك ينطلق في هذه اللحظات شعار شان خليل بن محمد بن عبيد بن كداس الرميثي ينطلق في هذه الأثناء ويهاجم في هذه اللحظات. يا سلام يا سلام يا سلام، بدأت الأسماء بالهجوم، بدأت الشعارات بالقدوم، القادمة هي مرضية حمد بن قريع بن روس العامري يتحرك في هذه الأثناء، والقدوم من شعار الظافر علي بن جمير الوهيبي يهاجم في هذه الأثناء يتقدم بانطلاقة هملولة، ظافر المضمرين يتحرك
أبو سعيد ينطلق بهذا الشعار الكبير والتاريخي، ولكن أيضا شوف الدخول شعار المان سيتي يتحرك في هذه الأثناء، يهاجم هناك مع الجيون راشد بن خادم بن راشد الحرة، المهيري يتدخل مع الكيلومتر الأخير. يا سلام يا سلام يا سلام، لمن الفوز ولمن الانتصار ولمن الناموس من بين هذه الأسماء الكبيرة؟ الجيون قادمة، الجيون حاضرة في هذه اللحظات ومن حاف النيادية، ولكن شوف الانطلاق، شوف التحدي، الجيون على المركز الأول، الجيون على صدارة الشوط، وشعار المان سيتي يتحرك يغادر بالفوز بانطلاقة الجيون. راشد بن خادم بن راشد المهيري، ولكن النيادي مع الخمسمائة متر الأخيرة تنطلق هنالك على المركز الثاني من حاف وسلطان بن محمد بن سيف النيادي، المركز الثالث المايدية وسعيد بن الصغير بن حمود الجنيبي على المركز الثالث، ولكن شوف لمن الفوز لمن الانتصار؟ الجيون ومن حاف، من حاف والجيون، ولكن المهيري مع الجيون بسرعة هالاند تنطلق للجيون وتنتزع ناموس الشوط. سلام يا المهيري، سلام على هذا الفوز بانطلاقة الجيون. راشد بن خادم بن راشد المهيري المركز الثاني، من حاف سلطان بن محمد بن سيف النيادي على المركز الثاني، والمركز الثالث المركز الثاني كانت من حاف سلطان بن محمد بن سيف النيادي، المركز الثالث كانت لحظة وصول المايدية سعيد بن صيب بن حمود الجنيبي، المركز الرابع كان الوصول على المركز الرابع من شان خليل بن محمد بن عبيد بن كداس الرميثي، والمركز الخامس كان القدوم من مرضية حمد بن قريع بن روس العامري. تهانينا والناموس للجميع، والتوقيت الزمني 7 دقائق 36 ثانية، 4 أجزاء من الثانية، شعار الجيون وشعار راشد بن خادم بن راشد الحر. مهيري انتزع ناموس الشوط بكل قوة، المركز الثاني 7 دقائق 36 ثانية، 9 أجزاء من الثانية. إذن اللي على المركز الثاني هي المايدية على المركز الثاني سعيد بن الصير بن حمود الجنيبي، والمركز الثالث هناك 7 دقائق 37 ثانية، جزئين 2 من الثانية. اللي كانت على المركز الثالث هي من حاف سلطان بن محمد بن سيف النيادي على المركز الثالث، ثاني وناموس للجميع.